أخبار اليوم. بوسي تكتشف تفاصيل خيانة زوجها لها. أكدت بوسي إنها بالفعل انفصلت عنه بشكل غير رسمي منذ عام تقريبا، وما زال هناك العديد من القضايا بينهم في المحاكم. وأضافت بوسي تفاصيل خيانة زوجها لها، مشيرة إلى أن زواجها استمر لمدة 8 سنوات، ومعتبرة أن التسرع في الزواج أكبر غلطة بتحصل. سمر يسري تحرج علا غانم بصور ابنتها الجريئة على الهواء. عرضت المذيعة سمر يسري على ضيفتها الفنانة علا غانم في صور جريئة لابنتها الكبيرة كاميليا، منشورة على حسابها الشخصي على انستغرام طالبا منها التعليق على الأمر. أكدت علا غانم أن الرجل الذي ظهر مع ابنتها في الصورة المعروضة ولتقوم بتقبيله هو والدها، مؤكدة أنها راضية تماما على هذه الصور. أحلام تودع محبيها على تويتر وتتخذ قرارا هاما. غردت الفنانة أحلام على حسابها الشخصي على تويتر برسالة لكل محبيها تعلن فيها هجرة مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 10 أيام من أجل الحصول على قسط من الراحة بعيدا عن الضغوط. وكتبت أحلام قائلة: أنا مسافرة أجازة لمدة 10 أيام، راح أهجر السوشيال ميديا بس راح توحشوني سامحوني. تيم حسن يقلد محمد رمضان على انستغرام، شاهدوا ماذا فعل. نشر الفنان تيم حسن صور سيلفي مع بطله مسلسل رمضان القادم الفنان نديم نجيم على حسابه الشخصي انستغرام. تيم حسن علق على الصور مقتبسا عبارة الفنان محمد رمضان الشهيرة ليكتب قائلا: يقين بالله تفوق وثقة في الله نجاح. مشهد مؤثر للفنانة قمر وشقيقتها وهما يبكيان أمام قبر والدتهما. نشرت الفنانة قمر عبر حسابها الشخصي على انستغرام فيديو مؤثرا لها مع شقيقتها وهما أمام قبر والدتهما المتوفية، حيث ظهرت قمر مع شقيقتها وهما تجلسان أمام القبر بشكل محزن للغاية. وكتبت قمر تعليقا قائلة: أمي النائمة طويلا، سلام على روحك، وجعل الله قبرك روح وريحان. جو رعد يحتضن فنانة مشهورة ويغني لها، اكتشفوا من تكون. نشر مصفف الشعر جو رعد مقطعين وصورة تجمعهم مع الفنانة صفية العمري على حسابها الشخصي انستغرام. علق جو رعد على الصورة كاتبا: ماما صفية العمري. كما منح صفية العمري العمر على طريقته الخاصة بتسجيل مقطع فيديو موجها لها قائلا: صفية العمري ست الستات، لترد على إطراءه في مقطع آخر مؤكدة حبها لصوته قائلا له: ربنا يوفقك يا ابني، ليشكرها بالغناء لها أغنيته ارحمني يا ابن الناس. وكده بتكون انتهت نشرتنا الفنية، كانت معكم وجيدة عبد اللطيف من أخبار اليوم.